السلام عليكم، أكلمكم اليوم عن أبها عاصمة السياحة. هذا مشروع أو برنامج كل سنة ينتقل في إحدى الدول، يختارون مدينة في دولة من الدول. شوفني الآن في البرك، أجمل شواطئ المملكة، قاطبة بلا منافس، شواطئ بكر، أشجار مانجروف على البحر، شيء صحيح في تلوث ومتخلفين كالعادة، لكن تظل الأجمل ما شاء الله غابات منجروف. الله جمال وهدوء وطبيعة وشواطئنا الرهيبة هذه، سبحان الله العظيم. هذه مناطق تكاثر الأسماك هنا تحت أشجار المنجروف. شوفوا روعة المكان، سبحان من خلقها. شايفين الشواطئ يمكن 20 كيلو، هناك جزر كلها أشجار، ها 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 خلجان، إيش أروع من هذا يا جماعة الخير. وشكل الجلسة اليوم تزبط هنا، وبنسجل حلقة إن شاء الله في المكان الزين ذا على الخلجان الجميلة في بلادنا الحلوة هذه في أبهى عاصمة السياحة. البرنامج هذا يتنقل بين الدول، وحقيقة اختيار أبها كان موفق جدا. أقول لكم ليه، أنتم تعرفون أبها، أبها جبل وفي سودة وفي دلغان وفي الفرعة وفي 15، يعني أبها تعرفون فيها 20-15 موقع في الجبل بس. وعندي قناة في عندي في قناة مفاتيح حلقة 20 أو 30 دقيقة عن كل مواقع عسير، ما هي بس واحد ولا اثنين. يعني أضرب لكم مثال، أبها عاصمة الحين في الساحل عندنا 150 كيلو على البحر تابع لأبها، وشواطئ جميلة وجزر خرافية وأشجار شورة. شوفها جالس الحين بدون خيمة بدون مدري بدون ظل بدون أي حاجة، صلاة الظهر في أبها الجميلة. يعني ساحلنا يبعد 70 كيلو عن الجبل، وتنزل يعني السياح ما يعرفون أبها وبس. لا انزل البحر يا أخي، 150 كيلو كله شواطئ بكر، كله قوارب صيد. في عندنا بلدية الساحل، وفي عندنا بلدية البرك، وعندنا بلدية محايل، وعندنا القحمة، وعندنا عمق، وعندنا الصوالح. مدن على الساحل 5 و6 على ساحل تتبع عسير تتبع أبها. جميل، لو طلعت شوية من الساحل وصلت إلى الأصدار عندنا محافظة رجال المعب، أجواءها خرافية، اللي فيها متحف رجال المعب وفي عقبة الصماء وفيها حوالي 50-60. وعلى نفس الخط مثلا محايل عسير والمجاردة وبارق ومربة، ويعني حتى توصل إلى سد بيش، كلها بنفس الأجواء، يسمونها الأصدار. يعني 3 محافظات 4 محافظات في الأصدار، غير 3 محافظات في الساحل. ثم نطلع شوية جهة أبها وخميس مشيط وتنومة والنماص وسرات وظهران الجنوب، وكل هذه الجبلية حول 6 أو 7 محافظات كلها زي أبها، بارد منتزهات وأشياء جميلة ولو طلعت شوية جهة الشرق بيشة وبلاد قحطان من الشرق حتلاقيها صحاري وما صحاري، المحبي الصحاري والبيئات والطبيعة والكذا. اللي يقصده في كلام إن أبها فيها البيئات الأربع اللي في العالم كلها، من السواحل والجزر إلى الأصدار الجميلة المعتدلة طول السنة، إلى المدن الباردة رؤوس الجبال إلى الشرق. وبذلك هي فعلا عاصمة السياحة، ما في يندر أن تجد في العالم زي كذا الأربع بيئات كلها، تجدها من البحر حتى تصل إلى الصحراء. ولذلك يجب أن نستفيد ونوزع السياحة، ما هو بس أبها، المفروض كل السياح ينطلقون في كل البيئات هذه، تنتعش كلها، يتحرك الناس فيها كلها، كلها مناطق جميلة يجب أن تزار. أبها جميلة بمدنها بسواحلها بشواطئها بجبالها بصحاريها، بكل تستحق أن تكون عاصمة السياحة لوجود كل هذه الأشياء الطبيعية فيها بدون تدخل إنسان. وكل مدن المملكة فيها خير، لكن خصنا الله بهذه الصفات، يعني أعلى قمة في المملكة عندنا، أجمل شواطئ عندنا، جزر في البحر عندنا، كل شيء موجود. ودائما نقول يا أهل أبها مرحبا ألف، ترى الشقة ما هي بألف، لا تحسبوا أننا غالين، إن شاء الله تكون أسعار مناسبة والسياحة جيدة وتشوفون ثقافة المنطقة. وحياكم الله ومرحبا ألف، عندنا في المنطقة الجنوبية كل أماكننا في الجنوب ترحب بالسياح في كل مكان في كل زمان، قلوبنا خضراء لكم.